كثير من المتابعين يقولون يا أوغا أنت مستر بعرورة، أنت اللي فجرت منطقة أمير سلو، ولكن هل أنا مستر بعرورة الحقيقي أو لا؟ اليوم راح نعرف الحقيقة وراح أكشف لكم كل الأسرار يا عيال، فخليكم جاهزين وشاهدوا المقطع كامل. السلام عليكم، شلونكم شخباركم؟ وياكم مهدي من قناة أوغا. واليوم يا عيال مثل ما شفتوا راح نسوي كثير شغلات أسطورية، وأيضا راح نجاوب على سؤال كثير ناس يريدون يعرفون الجواب مالته، هل أنا مستر بعرورة أو لا؟ وهل آني اللي فجرت منطقة أمير سلو أو لا؟ كل هاي الأمور راح نعرفها، ومو بس هاي، أيضا راح نكمل البيت مالتنا وعدنا بعد كم شغلة نسويها. ولكن قبل لا نبدي بالمقطع يا شباب ويا بنات، أريدكم الحين كلكم تحطون لايك وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلون جرس الإشعارات، ويلا بينا خلي نبدي بالمقطع. Let's go. أوكي. طبعا شفتوا بالحلقة السابقة في قناتي أو قناة أوغا، هاي القناة يعني، خلي أصعد يا عيال. أوكي. وصلنا البيت إلى هذا المستوى أو إلى هذا الحد وتوقفنا، لأنه ما ردت أطول المقطع عليكم، وأيضا خلصت الموارد مالتي. هاي شنو؟ What؟ هذا الصندوق شنو موجود داخله؟ لحظة. جود باي أوغا فروم أمير سلو. وات؟ لحظة، أمير سلو غادر السيرفر؟ شباب جود باي يعني إلى اللقاء يا أوغا، أنا أمير، أو هاي من أمير سلو. شنو موجود؟ أغراض أمير سلو كلها موجودة هنا. الحقيبة، الحقيبة يا عيال. داخل أغراض رهيبة يا عيال. أمير سلو شكله زعلان وغادر السيرفر، لأنه عباله أو يفتكر أنا مستر بعرورة، أو يفتكر أنا اللي فجرت منطقته. يا عيال هل أني مستر بعرورة؟ هل أني فجرت منطقة أمير سلو؟ اليوم راح أقول لكم الحقيقة وراح تعرفون كل شيء يا عيال. ولكن قبل كل شيء خلي نروح لمنطقة أمير. أوكي. هنا أنا سويت صندوق ثاني أيضا، خليت بيه موارد مثل ما تشوفون. يعني اليوم إن شاء الله راح نكمل البيت تبعنا. هذا شنو؟ لا لا مستحيل. لحظة، أنا مو غبي. يعني ماكو فخ يا عيال. هذا صندوق ثاني، والله العظيم مو مالتي. يا عيال، لا 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 مستحيل مستحيل. شنو هاي؟ يا عيال أول مرة أشوف هاي الموارد. هاي موارد أمير سلو. إي والله هذا الأكس موارد أمير سلو. طيب هذا السيف شنو يسوي؟ السيف مال الطيران. والله حلو يا عيال. اوكي لحظه، هذا شنو؟ يا عيال رهيب رهيب. هذا السيف يطلقني بعيد. هذا شنو؟ اوكي هاي مطرقه، مو والله ما اعرف. هاي هامر مطرقه يا عيال. نرجع الموارد مال الامير. اوكي خليه البس الدروع تبعي. هذا لحم الزومبي ما احتاجه يا عيال. اوكي نرميه هنا، مو مشكله يا عيال. امير سلو معقوله غادر السيرفر؟ والله العظيم اني ما اعرف شنو اللي صاير حاليا، انا لوحدي موجود داخل السيرفر. اوكي خلي اروح لمنطقة امير باسرع وقت. لحظة، عندنا هاي مال التيليبورت. اوكي شلون نسيت؟ منطقة امير، امير هاي قرية، قرية قرية يعني قرية. هاي منطقة امير تيليبورت. اوكي وصلنا الى منطقة. لا 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 شنو صاير؟ يا عفو الله يا عيال، شنو صاير بمنطقة امير؟ لحظة، هذا الصندوق شنو موجود داخله؟ فاضي. هاي ليش موجوده كذا الارضيه؟ لحظه، هل اكو شيء هنا؟ لا والله ماكو. يا عيال يا عيال شنو صاير؟ صار لاق عندي. يلا خلينا نصعد. معقوله يا عيال امير سلو غادر السيرفر؟ والله حقه يغادر ويزعل، لانه اللي صاير بالبيت ماله او بالمنطقه مالته. لا شنو صاير؟ يا عفو الله، منطقة أمير كلها الله يرحمها تفجرت. يا عيال أوكي، هذا منو؟ هذا أوني يا عيال. هذا السكن أو القبر مال أوني، شنو يسوي بهذا المكان؟ يا عيال أني بصراحة راح أقول لكم الحقيقة اليوم، وراح أفضح كل الأسرار، وما بقي ولا سر، وكل شيء راح تعرفون إن شاء الله. ولكن قبل كل شيء خلينا نتحقق ونتأكد من منطقة أمير. أوكي هل بيها أدلة أو دلائل؟ اوكي لا، حتى المزرعة تفجرت. يا عفو الله، حتى مزرعة امير المسكين تفجرت. والله مسكين يا عيال، والله امير مسكين. اوكي هنا كان عنده مكان يا عيال. اوكي طحت بالغلط.
اوكي خلي اصعد، شلون راح اقدر اصعد الحين مغلقة يا عيال؟ والله العظيم مصيبة، ما عندي موارد. اوكي اوكي مو مشكلة. نجي من هنا يا عيال، نوقف فوق هاي البلوكة ان شاء الله وراح نطلع باذن الله. اوكي 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 يلا ما اوكي ما صار شيء يا عيال. من هنا المخرج ممتاز. اوكي مستحيلة مستحيلة يا عيال، لازم نركز. اوكي اوكي التركيز التام، الله سويتها يا اوجا، كفو يا اوجا. اوكي هنا شنو موجود؟ هنا موجود عند منطقة امير اللي هي غرفة المشتركين، مو لو اني غلطان. وات؟ شنو هاي؟ يا عيال اوه طحت بالغلط يا عفو الله، شنو هذا حظي؟ اوكي بس خلي اطلع يا عيال. اوكي طلعت، والله مسكين امير منطقته كلها الله يرحمها يا عفو الله. اوكي خلي ارجع لمنطقتي اسوي تعديلات بسيطة على منطقتي والبيت مالي نكمله، حتى ان شاء الله راح نجاوب على هاي المعلومات اللي انا لحظة قبل لا نجاوب اجاوب على الاسئلة اللي انتم تريدون جوابها بخصوص مستر بعرورة وبخصوص اللي جاي يصير بالسيرفر. اوكي بسرعة 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 خلي اروح اول شغل للمنطقة مال المحلات اشوف هل تفجرت او لا منطقة المحلات. اوه تفجرت شكلها. لا والله الحمد لله ما متفجرة. واخر يا بقرة. هذا هو المحل مالتي مال الاخشاب. اوه والله فلوس، هلا والله يا عيال فلاس يفو. الحمد لله وشكر المحل مالتي اشتغل او اشتغل حاليا، حصل 8 حبات دايموند، والله ممتاز يا اوجر راح اصير اغنى شخص بالسيرفر. اوكي خلينا نشوف حاليا منطقة امير او المحل مال امير. اوه هاي شنو؟ المحل مال امير محترق يا عيال، خلي نطفي اللافا. اوكي اوكي خلي تختفي اللافا. اوكي طفينا اللافا، يلا يلا مو مشكله حتى ما يخرب المنطقه، حتى ما تخرب منطقه امير. اوكي اريد اروح للماء يا عفو الله، شيلوا من المصيبه هاي. اوكي بسرعه بسرعه راح اموت راح اموت. اوكي اوكي بنطيطه، يلا يا اوك يلا يا اوك. لا يا عيال شنو هاي من لافا خارقه، والله جلدتني جلد مو طبيعي. اوه خلي اروح. اوه الحمد لله وشكر اكتشفنا التليبورت. يعني اقدر انتقل محل. اوكي منطقه المحل. اوه اني وين اني وين؟ لحظه اني وين يا عيال؟ يا عفو الله والله العظيم مصيبه كبيره. اوكي يعني شوفوا سبحان الله، اني اجيت اساعد امير وازيل اللافا اللي موجوده بالمحل مالته واتفاجئ اموت بهاي الطريقة الغبية. يا عفو الله والله العظيم مصيبة. اوكي يلا مو مشكلة يا عيال. حاليا خلي اروح اجيب الاغراض مالتي او الموارد. حتى ان شاء الله طبعا هاي الخريطة تشوفونها تطلع لي الموارد اللي كانت عندي والاحداثيات مالتي وين اني متت، وتطلع لي حتى اتوقع التاريخ. وين التاريخ؟ هيستوري اند. ماكو تاريخ. اوكي يلا بينا مو مشكلة، يلا يلا وصلنا. تشوفون هاي منطقة المحلات يا عيال، الله والله المنطقة مال المحلات ان شاء الله راح نسوي بعد بها كثير محلات باذن الله تعالى، وان شاء الله تنجح المحلات لانه هسه اني المحل مالتي جبت من عنده 8 حبات دايموند، فثمانية حبات دايموند. اوه شلون راح اصعد؟ شلون راح اصعد ليه؟ لحظة الحمد لله اكو ديرت. اوكي بدت تمطر، يعني الدنيا الليل صاروا هنا وحوش يا عيال. اوكي اخذتها، كفو كفو خلي اتناول الطعام لانه جعت. يعني شلون متت؟ كنت لابس دروع والله ما اعرف يا عيال. دايموند اخذته؟ اي ممتاز اخذته. حاليا راح اروح الى منطقتي، هاي منطقة اوجا ممتاز. خلي اروح انام باسرع وقت حتى ان شاء الله نبدي بالشغل مالتنا، نعدل على المنطقة باسرع وقت يا عيال. يلا تصبحون على خير. يلا يلا يا اوجا باسرع وقت، يلا نام 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 اقعد صباح الخير. اوكي طبعا مثل ما شفتوا هنا أنا امير سلو ترك اغراضه واعطاهن الي لانه زعل. خلي اقتل هذا السبايدر، انقلع يا سبايدر انقلع. اوه جلاد هذا. والله اني اقوى من عندي. اوكي حاليا خلينا نجيب الاغراض اللي انا كلمتكم عنها. الحمد لله والشكر عندي كثير موارد يا عيال. اوكي اشكر اوني لانه ساعدني بتجميع الموارد، كلمت امير قلت له يا امير تعال اني وياك نجمع موارد من عالم النذر وما ادري شنو، قال يا اوغ اني ما اتكلم وياك. انا كنت طبعا ما اعرف اللي صاير،
قال لي يا اوغا انت فجرت بيتي. قلت له والله العظيم اني ما اعرف انت عن شنو تتكلم. قال يا اوغا اريدك تعترف وتقول الحقيقة، انت مستر بعرور او لا؟ قلت له خلاص يا امير، اني راح اسوي مقطع وانزله باليوتيوب واتكلم عن الحقيقة كلها واخلي كل المتابعين يعرفون الحقيقة. فاوكي شباب بنات، اوكي هذا كملناه، بس خليني نكمل البيت مالتنا وبعدين راح نتكلم بالموضوع المال المشا لا 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 مستحيلة، لا 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 يا عفو الله، يعني شنو هذا حظي؟ اوكي اوكي خليني نكمل هذا يا عيال. اوكي كملت اني. اوكي خليني نكسر هاي البلوك الخاطئه، نرجعها من هنا يا عيال. نجيب الديرت، وين الديرت؟ اوكي خلي اجيب الديرت باسرع وقت. اوكي جبنا الديرت هذا، خلي ارجع الديرت المكان. اوكي وين الديرت؟ هذا هو الديرت. اوكي ممتاز يا عيال، شنو هذا حظي؟ الكريبر بسرعه اجالي وانفجر علي. اوكي اوكي شباب بنات خليني نكمل العمل، والله شكله طلعني من السيرفر لانه صارت مشكله ما اعرف شنو. فا اوكي مو موضوعنا، بس خليني نغلق هذا يا عيال باسرع وقت. هاي لازم نكسرها حاليا. اوكي نرجع لموضوعنا اللي هو، اوكي خليني نكسر هاي. نرجع لموضوعنا انه امير زعل من عندي وقال بعد ما اتكلم وياك لحد ما تتكلم وتعترف. وش اعترف لك يا حبيبي؟ اني مالي ذنب، ما مسوي شيء، ولكن اليوم كل شيء راح نعرف ان شاء الله. بس خلي اصعد يا عيال، نغلق هذا المكان مثل ما جاي تشوفونه. لحظه اوكي نغلق هذا السياج او يعني يسموه اللي تريدونه، تمام؟ لانه ان شاء الله باذن الله انا اريد اكمل البيت مالي باسرع وقت يا عيال، لانه طولت كلش كلش كلش. او نخليها هنا يا عيال، هاي الخريطه ما اريدها، نجيب هاي. ممتاز. هاي البلوكه نكسرها الخاطئه. اكو بلوكه ثانيه؟ وات بلوك؟ انا سويتهن. اوكي والله تفاجأت يا عيال، ممتاز. هذا اللي موجود هنا يا عيال باسرع وقت راح نكمله ان شاء الله. تمام تمام مثل ما جاي تشوفون يا عيال. اوكي اوكي يلا يلا جمعنا هذا كله. اوه شنو هذا اللاقي يا عيال؟ والله العظيم مصيبه هاي. اوكي كملنا، اصعد يا اوق اصعد. ممتاز نخلي هذا هنا وهاي هنا يا عيال مثل ما جاي. لا هاي خطأ يا عيال. اوكي طبعا بخصوص امير سلو، انتم تقولون يا اوغا روح اعتذر من امير سلو، اعتذر من عنده وخليه يرجع يكون صديقك يا عيال. اوكي فكرة حلوة، ولكن اعتذر من عنده على شنو؟ انا ما مسوي له شيء، انا ما مسوي الامير سلو شيء، بس هو يحب يتهمني، من تخرب منطقته يتهمني، من يضيع من عنده اغراض يتهمني. اوكي خلي اعترف لكم بشغلة، فعلا انا دائما مو مرات دائما اروح لمنطقة امير سلو اسرق من عنده دايمود، اسرق من عنده ايميرالد، اسرق من عنده موارد، ولكن هل انا اللي فجرت منطقة امير؟ هل اوغا هو مستر بعرورة؟ اليوم راح اعترف، راح اقول لكم الحقيقة، ولكن خليني نكمل البيت مالتي. اوكي يا عفو الله دائما تجيني مشاكل، هسه انا شورطني ويا امير سلو وكنت اسرق من عنده، لانه صار ما يثق فيني، يعني حتى اذا اقول كلام حقيقي انتم راح تصدقوني لانه انا ما اكذب عليكم، ولكن امير سلو ما راح يصدقني، يقول يا اوغا انت دائما كنت تجي وتسرق من عندي موارد، شنو اللي يثبت هاي المره كلامك حقيقي ومو كذب؟ والله العظيم ما اعرف شنو اسوي الامير حتى يصدقني، بس خلاص يا عيال. اوكي مو مشكله مو مشكله، هذا كملته. نكسر هاي يا عيال ونكسر هاي لانه صارت مسافه بعيده. طاحنا بلوكات؟ لا والله ما طاحن، والله كفو. هاي البلوكه سويتها تمام. شوف شوف هاي الحركه يا عيال، واحد اثنين ممتاز. حاليا كملنا هذا الاتجاه، هنا راح نسوي اللي قول وياي، راح نسوي النافذه ان شاء الله بهذا المكان. ممتاز ممتاز. وين الباب؟ هذا هو الباب، موجود هنا، يعني النافذه راح تكون هنا. نكسر هاي حتى يكون متساوي. الله نجي 1 2 3 4 5، 5 لازم من كل اتجاه، 1 2 3 4 5. والله مضبوط يا عيال مضبوط، الحمد لله والشكر. هاي نجيب البلوكات يا عيال. تمام خلي نروح نشوف عندي زجاج لو ما عندي. عندي زجاج، واو ممتاز. اوكي هذا الدايموند يا عيال خلي اخبئه هنا لانه انا ما اثق بامير. تمام نخلي الزجاج يا عيال باسرع وقت، يعني الزجاج مؤقت هذا لانه انا راح اغيره بعدين الزجاج. تمام
هنا راح نسوي ايضا نافذه يا عيال. اوكي نقيس المسافه. اوكي هذا هو المنتصف اتوقع. تمام نجيب هذا الشكل يا عيال مثل ما جاي تشوفون. نجي منا اثنين يا عيال. الله والله راح يكون البيت مالتي احلى بيت بالعالم كله. اوكي وبالسيرفر اصلا. تمام يلا هاي نكسرهن. اوكي ممتاز. الحين نجي الى هاي البلوكه. تمام الله الله الله. اوكي الحين بس خلينا ناخذ القياسات يا شباب ويا بنات. اوكي القياسات. اوكي هنا هلا والله يا رب تطلع مضبوطة. يا رب يطلع مضبوط ان شاء الله مضبوط يا عيال. تمام كملنا حاليا البيت مالتي. بقى بس السقف. اوكي سقف يعني مو فد شي صعب اقدر اسويه ولكن ضروري اسوي مو اقدر اسوي. تمام الحمد لله والشكر. راح نسوي السيرفر. شنو سيرفر يا اوكي شنو سيرفر. انا اشوف الزجاج ما متناسق ويا الحائط لانه بصراحه راح اغيره بعدين يعني اغير شكله بالاداه مال التشيزل. اوكي اوكي يلا اداه التشيزل. اوكي اداه التشيزل اللي ما يعرف شنو اكيد اغلبكم يعرفها اللي هي تخليني اغير شكل البلوكات في ماينكرافت بدون مودات طبعا. تمام تخليني اغير الشكل مال البلوكات يا عيال. تمام شوفتكم الاداه بالحلقات السابقه فا اوكي اتوقع تعرفونها اغلبكم. تمام يلا 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 يا اوكي شنو هاي تخلي بلوكات خطا. هسه بلوكه بلوكتين ما يخالف بس مو اربعه ما ادري كم وحده. اوكي يلا بينا يلا بينا يا عيال نكمل هذا الحمد لله والشكر. السقف راح يكون من هاي البلوكات حجاره وبعدين راح اغير الشكل مال السقف بال طيحه غبيه. وبعدين راح اغير الشكل مال البلوكات يا عيال حتى اخليه يكون مرتب وحلو بالاداه مال التشيزل. تمام مثل ما قلت لكم الاداه مال التشيزل اكو من عندها انواع. اكو من دايموند واكو من ايرون واكو من ستون او حجر وكل اداه او كل نوع من عندهم عنده ميزه خاصه. تمام هو صحيح افضل شيء الدايموند. تمام بالسيرفر عندنا افضل شيء حاليا اداه الدايموند ولكن خليت هاي بالخطا. اوكي الاداه مال الدايموند يا عيال بيها مشكله انه بسرعه تخلص يعني تستخدم تقريبا يمكن 500 بلوكة او كذا وتخلص. اما الادوات البقيه اوكي يعني طولن بس ما بيهن بشكل بلوكات جديد. كل الاشكال مال البلوكات تحسونه مو حلو. اما الاداه مال الدايموند لا يا عيال رهيب. بس خليني اكسر هاي البلوكات. اوه كم وحده انا خليت؟ ثلاثه. هاي وحده اثنين ثلاثه ممتاز. شوفوا راح يكون الشكل ان شاء الله يعجبكم باذن الله تعالى. الله صعدنا. اوكي نجيب هاي البلوكات. يلا يا اوجا يلا يا اوجا. شباب اقول لكم شغله البلوكات اللي راح اخطا بيهن ما راح اشيلهن حاليا. اشيلهن ان شاء الله بعد ما اكمل السقف. اوكي اوكي اوه شنو صار؟ اوكي وانا اقول ليش ما يتحرك. تمام طبعا انا مشفت حاليا حتى ما اطيح. اوكي تمام 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 يلا هذا كملناه. اوه صحيح نتكلم عن امير سلو حاليا اللي جاي يصير بيني وبين امير بصراحه شغلات احسها يعني شلون اقول لكم يعني امير يريد يسوي بيني وبينه مشاكل. هذا بصراحه اللي انا جاي احس بيه لانه يتهمني باطل. والله العظيم يتهمني باطل. اوكي يعني انا كنت ما موجود داخل السيرفر يقول يا امير يقول يا اوغا انت فجرت بيتي انت خربت انت مستر بعرورة. انا مستر بعرورة. اوكي انا مستر بعرورة يا عيال بس المهم امير سلو ما يزعل من عندي. يا امير انا مستر بعرورة شنو هذا الاتهام الباطل؟ والله العظيم مستحيل. اوكي اوكي اكو بعد كثير امور راح نعرفهم اليوم ان شاء الله بس خلي نكمل اول مره السقف. وين السرير مالتي؟ اوكي خلي نروح للسرير مالتي يا عيال باسرع وقت. اوكي 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 خلي انام باسرع وقت. اكو خطا بالبيت مالتي خطا ببلوكه واحده لازم نعدله اللي هو هذا تشوفونه. والله ولا واحد يمكن انتبه من عندكم يمكن انتبهتوا بس ما كتبتوا لي بالتعليقات. طبعا البيت راح يكون مبني على نصائحكم وافكاركم. اذا واحد من عندكم شباب بنات او وحده من عندكم عندكم افكار او تصاميم كتبوها بالتعليقات. والله العظيم انا اقرا التعليقات مالاتكم واشوف اللي تكتبونه واعرف اكو كثير من عندكم عندهم افكار حلوه. فشباب بنات كتبوا الافكار وكتبوا شنو اللي تريدوني اسويه وان شاء الله راح نسويه بالحلقات القادمه. اوكي تمام. هذا طبعا كاربت. تمام ساعدني بصنعه اوني. شكرا اوني جستموني. اوه لا صعدنا. اوكي تمام تمام خلينا نصعد من هنا يا عيال. اوكي
طبعا هسه يسأل يا اوغا بس انت وامير بالسيرفر؟ لا شباب موجودين اعضاء بالسيرفر، اني وزين وامير واوني وبعد كم يوتيوبر بعدهم لحد هاي اللحظة ما نشروا ولا حلقة، بس مو مشكلة. خلي نكسر، شنو نكسر؟ نخلي هاي البلوكات هنا مثل ما عم تشوفوني يا عيال. تمام تمام، خلينا يا عفو الله، الاخطاء اللي اسويهن اني مو طبيعية. تمام هذا جمعنا شنو؟ اوكي جمعنا شنو؟ خلينا يا عيال. اوكي طبعا الحمد لله والشكر البلوكات تقريبا يكفن، يعني زايدات علي. الطابق الثاني متى راح اسويه؟ والله شنو والله، والله يا عيال الطابق الثاني اذا اريد اسويه راح ياخذ كثير وقت ويراد لحلقة خاصة بي، ولكن الطابق الثاني ان شاء الله راح نسويه بالمستقبل، يعني هيك بعد 3 أيام أو 4 أيام راح نسوي الطابق الثاني. اما حاليا خلينا نستمتع بالبيت مالتنا الجديد. اوكي خلينا نجيب السرير. جبت اني السرير مالتي باسرع وقت، خلي اكل، جعت والله العظيم جعت يا عيال بشكل مو طبيعي. نفتح الباب. وين السرير يا عيال؟ هذا السرير، والله عبالي ما جبته. اوكي نخلي السرير بهذا المكان مؤقت. او زجاج، صحيح زجاج يا عيال، نحط الزجاج، احنا نسميه بالعراق جام. اوكي انتم شنو تسمونه، جام او قزاز؟ اوكي خلينا الزجاج هنا مثل ما جاي تشوفون. نجيب حاليا التورج، لازم اخلي تورج حتى ما يجولي الوحوش، لانه اني اعرف البيت اذا ما اشمعه راح يكون عباره عن سبون او سباون. اوكي والله العظيم عبالي سبايدر، والله العظيم عبالي سبايدر يا عيال. اوكي اوكي ماكو مشكله. نكسر هاي يا عيال، نجيب حاليا الكاربت. اوكي هذا الكاربت. اوكي الكاربت يعني صناعه لون ازرق، وما اعرف هل حلو لا. اوكي راح نجربه ونشوف هل يناسب البيت او لا، مثل ما جاي تشوفون يا عيال. الكاربت لونه ازرق. اوكي اوكي خلينا نكسر هاي. تمام تمام تشوفونه، يعني احسه مناسب للبيت مالتي. اوكي لانه البيت مالتي كله احمر او اصفر، احمر واصفر او احمر وابيض، فلازم اخلي بلوكات لون ثاني. تمام فا اوكي فقط هذا اللي انا حبيت اقوله. تمام السرير مالتي بعدين راح اغير مكانه ان شاء الله، لانه احس المكان مال السرير ما لازم يكون بهذا المكان. تمام لازم يكون السرير هناك موجود. تمام اوكي ولا تنسون البيت راح اقسمه الى غرف. تمام كل غرفة راح تكون لها فائدة، مثلا غرفة للنوم، غرفة للأكل، أو مطبخ. أوكي يا أوكي شكلك جوعان. تمام تمام كملنا هذا يا عيال، مثل ما جاي تشوفون يا عيال كملنا هذا الحمد لله والشكر. أوه والله راح يخلص بس مو مشكلة. المهم الفكرة وصلت لكم يا عيال، أكيد راح يعجبكم الشكل مال البيت. وطبعا أكو ستائر تتخلى على النوافذ ان شاء الله راح نصنعهن بالحلقة القادمة، لان حاليا مفلس ما عندي موارد تكفي. تمام اوكي هاي شنو، ليش ما يصير اخليه هنا؟ رسالة امير. تمام او والله امير مسكين يقول لي يا اوكي انت فجرت بيتي، انا فجرته صحيح. اوكي والله العظيم يا عيال من تعرفون الحقيقة راح تنصدمون. اوكي يلا بينا يلا بينا، خلي نكمل هذا كله الحمد لله والشكر، خلينا هذا بالاطراف. اوكي 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 يا عفو الله كل شويه اخطا بوحده. اوكي كملنا هذا الحمد لله. طبعا اكو كاربت اقدر اصبغه، اجيب له مثلا صبغه لون ازرق وصبغه لون احمر اصفر. اوكي اي لون اقدر اسوي هذا الكاربت، بس حسيت اللون الازرق فخم يا عيال، فتشي رهيب. تمام نجيب عندي بعد الحمد لله والشكر. تمام عندي كفي كفي وزايد، يكفي ويزود اللي عندي. تمام ممتاز ممتاز يا اوغا ممتاز. هاي مثل ما وعدتكم هنا راح نسوي مصعد، مصعد كهربائي او مصعد ذكي راح يخليني انزل واصعد للطابق الارضي اللي موجود تحت. طبعا للي ما شاف الحلقات السابقه، اني عندي بيت قديم، البيت القديم صار تحت الارض تشوفونه. البيت القديم بيه اكثر من غرفه، هاي غرفه غرفه، هاي غرفه مشتركين، هذا مخزن. فا اوكي خليني اشمع المكان حتى ما يجون وحوش. اوكي فيا عيال كثير شغلات حلوه كانت موجوده بالسيرفر ولا زالت موجوده، وان شاء الله احنا اليوم ان شاء الله احنا اليوم راح نكمل فقط الارضيه بهاي الطريقه يا عيال مثل ما جاي تشوفون. تمام تمام اوكي هاي راح احددها باللون الاحمر، عندي كاربت لونه، وينه؟ كان عندي كاربت لون ثاني، وينه 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 يا عيال؟ هذا الكاربت اللون الثاني. هاي راح اخليها فقط لهذا الممر حتى اعرف اني وين الممر مالتي. ثواني ثواني بس خليني اكسر هذا الكاربت لانه اني خليته بالخطا. تمام يا عيال الحين راح تشوفون ليش خليت هذا حتى اعرف يا عيال من وين اصعد ومن وين انزل. تمام اوكي اوكي يلا يلا. طبعا مثل ما قلت لكم هذا راح اغيره بعدين، اللي هو الحفره اللي موجوده هنا اخليها بلوكه واحده واوتوماتيك او كهربائيه.
اوكي تمام مو مشكله، هذا كملت الحمد لله والشكر. اوكي يس كملنا الارضيه مال البيت كله يا عيال، والله رهيبه رهيبه. اوكي نرجع الكاربت لانه بعد ما احتاجه يا عيال، هذا الكاربت اني رجعته. البلوكات كملته هذا بصراحه، الطابق الثاني ما اريد اكمله الحين لانه طولت عليكم كلش كلش كلش، واكيد انتم حاليا متحمسين. هاي شنو؟ اوه شهاده الوفاه مالتي. اوكي خلي اكل بصراحه بديت اجوع. نشوف موارد موارد امير. اوه عنده دروع رهيبه، والله رهيبه عنده كثير شغلات. اوكي بس خلي نشوف يا عيال اكو شيء ثاني مخليه الي امير موارد شيء. لحظة نسيت اقول لكم، بالحلقة السابقة اكيد كلكم شفتوا الفخ اللي عمل فيني امير، امير سلو يا شباب ويا بنات اعطاني هدية، كتب لي على الهدية جيفتي فروم امير سلو، هدية من امير سلو، واني اجيت فتحت الصندوق وفرحان وكنت افتكر راح يعطيني شيء رهيب، وطلع مقلب وانفجر. واني قلت الامير والله العظيم راح انتقم من عندك، والله العظيم راح اخرب بيتك، والله راح اسوي لك كذا واخليك تندم، ولكن بالحقيقه اني ما سويت شيء الامير، والله العظيم كنت امزح معه او مو امزح معه، كنت حزين من عنده وغضبان جدا، ولكن من خلصت التصوير ونشرت المقطع شفت كثير متابعين قالوا يا اوغا نبغاك تسامح امير، واني والله العظيم سامحت امير وقلت ما راح انتقم من عنده ولا راح افجر بيته، وتفاجأت امير سلو يقول لي انت الهكر، انت الغشاش، انت فجرت بيتي، انت مستر بعروره. والله العظيم مو اني شباب بنات، والله العظيم مو اني مستر بعروره، ولا اني اللي فجرت بيت امير سلو، اني ما مسوي شيء، والله العظيم ما مسوي شيء يا شباب ويا بنات. يعني امير طبعا اني تواصلت ويا امير سلو وبقتها وقلت له انت خليتني هديه والصندوق طلع من بيتي انت، يقول امير سلو اني ما معطيك هديه ولا معطيك صندوق. شباب بنات معقوله هذا الصندوق مو امير سلو اللي مخليه؟ اني شفت عليه اسم gift from امير، يعني هديه من امير سلو. حتى ما ادوخكم واطول عليكم، الفكره بكل بساطه اني مو مستر بعروره ولا اني اللي فجرت بيت امير سلو، ولكن منو ما اعرف، احتمال واحد من اعضاء السيرفر اللي هو زين او اوني يسوي مقالب بالسيرفر ويتهمني باطل، يعني مثلا اسوي فخ اخلي تي ان تي واكتب عليه هذا تي ان تي من زين مثلا، وهو بالاصل اني مخليه على سبيل المثال، طبعا احتمال يكون مستر بعرورة هو الشخص المجهول اللي جاي يسوي بيني وبين امير سلو مشاكل، اني ما اعرف بصراحة. تمام فعلى العموم كملنا البيت مالتي يا شباب ويا بنات. اوكي خلي اشوفكم الطابق الارضي قبل لا نروح نكتب اسماء، لحظة نسيت اليوم اللي اريد نكتب اسماء المشتركين يا عيال. فالطابق او اوكي هنا موجود يا عيال المخزن تبعي تشوفونه، هاي شنو؟ اوكي المخزن مالتي هذا يا عيال اخلي بيه الاغراض مالتي الثمينه. فا اوكي حاليا خلي اطلع اني يا شباب ويا بنات، نغلق هذا مثل ما جاي تشوفون، وحاليا راح نروح الى غرفه المشتركين ونكتب اسماءكم، يلا بينا ليتس جو. هاي شنو؟ هاي شنو يا عيال؟ شنو هاي؟ لا 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 شباب لا لا لا، شنو امير؟ والله العظيم شكله امير، والله العظيم شكله امير يا شباب ويا بنات، مستحيل مستحيل، شنو اللي جاي يصير؟ لا يا عفو الله استغفر الله يا عيال، والله العظيم ما يصير هيك شباب، اني شنو مسوي؟ حسبي الله ونعم الوكيل، منطقتي تفجرت، منطقة غرفة المشتركين تفجرت، هسه شو اسوي؟ والله العظيم حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي شباب اني اعرف شنو اللي راح اسوي، اني اعرف منو اللي فجر منطقتي، اني اعرف ماكو غيره، والله امير ماكو غيره يا عيال، شوفوا يريد ينتقم من عندي، يفتكر انه اني اللي فجرت منطقته، اني اصلا ما فجر منطقته ولا مسوي له شيء ولا واصل لها، والله العظيم ظلم هذا. اوكي اني راح ادبه يا عيال، خلي نشوف يا عيال. اوكي ثواني خلي نشوف هل عنده شيء اقدر اسرقه او اخربه يا عيال، وين غرفة المشتركين اللي عنده؟ لحظة خلي نشوفه يا عيال موجودة منا مو، ثواني اني راح ادبه، اني راح ادبه واخليه يتادب وبعد ما يعيد هالثواني، هاي منطقة المشتركين مالته مو؟ اوكي 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 اني اليه يا عيال. اوكي 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 كلها راح اخربها، كلها راح اخربها يا عيال، اوكي حتى يتادب. تمام اوكي اوكي يلا بينا يلا بينا، هذا كله خربته تشوفونها؟
كلها اخربها، وش يريد يسوي خلي يسوي، انا ما مسوي له شيء. اوكي كلها كلها اخربها يا عيال. اوكي تشوفون تشوفون كلها خربتها. ايه هسه تمام يا غبي، حسبي الله ونعم الوكيل. من وين اطلع؟ لحظه خلي اطلع من هذا البيت الغبي مال امير. يجالي وخرب منطقتي، واني كنت متضامن وياه واقول امير مسكين وامير خطيه ومسكين وانظلم وبيته تفجر، وبالاخير اني كنت راح اساعده ابني البيت وياه، وبالاخير يعمل فيني كذا. يعني هذا جزاء الاحسان مو؟ خلاص اني منطقه امير سلو يا عيال وين هي؟ ريموف. بعد ما ادخل لها حذفتها من التليبورت عندي، بعد ما اوصل لها ولا ادخل لها لحد ما يعتذر من عندي امير ويعوضني عن الانفجار اللي صار بالبيت مالي او في غرفه المشتركين يا عيال. خلاص هاي الحرب على امير سلو، هو اللي رادها، هو اللي راد يصير كذا يا عيال. اوكي يعني شباب بنات، انتم معقوله تروحون تشاجرون اصدقائكم وما عندكم دليل؟ ما يصير ما يصير يا شباب ويا بنات. يجي لي يتهمني، اوغا انت اللي فجرت بيتي، اوغا انت مستر بعرورة، اوغا انت الهكر. اني شنو علاقتي؟ اني ما اعرف اللي جاي يصير بالسيرفر، كل شيء ما اعرف والله العظيم. حسبي الله ونعم الوكيل يا عيال، حسبي الله ونعم الوكيل. اوكي مو مشكله، خلاص حتى المصعد تعطل يا عيال. اوكي بس خلي اصعد، ثواني يا عيال. اوكي المصعد مالتي تعطل. اوكي بس خلي ابني. اوكي ما راح استخدم هاي البلوكات الغبيه مال امير، ما احتاجن ولا اريد اشوفن اصلا بالبيت مالي بعد. تمام اوكي يا عيال، هاي كلها رميتهن. شوفوا بصراحه اني لعبت نفسي ومالي خلق اكمل الفيديو بصراحه، كنت راح اكتب اسماءكم بغرفه المشتركين، وكنت راح اشوفكم بعد تعديلات موجوده على السيرفر، ولكن الشيء اللي سواه امير بيه ما راح اسكت عنه بصراحه. حتى لو تكتبوا لي بالتعليقات سامح امير، ما راح اسامحه على الشيء اللي سواه بي، وراح ارجع له المقلب او الانتقام، راح انتقم من عنده وافجر منطقته. حتى لو امير سلو يسوي منطقه جديده ونتصالح اني وياه، والله العظيم هم اروح افجرها، وحتى يتادبوا بعد ما يعيدها. شنو هاي اللعبه؟ هاي السيرفر هذا والله العظيم. طبعا انا جدا اسف لانه وقفت التصوير، بصراحه كنت زعلان جدا من امير وما قدرت اكمل التصوير، فاني جدا اسف. والشيء اللي سواه فيني امير والله العظيم زعلني جدا، فجر منطقتي ويتهمني باطل، واولا اني مو مستر بعروره، وثانيا مو اني اللي فجرت منطقه امير، وحسبي الله ونعم الوكيل عليك يا امير.